يرضيك كده يا حمدي؟ خدت الفلوس كلها؟ الحساب ما فيهوش غير 2000 جنيه؟ احمد ربنا، احمد ربنا ان احنا اطمنا عليها وعرفنا انها كويسه. ايوه بس الفلوس دي كلها ليه؟ بتعمل معايا كده ليه؟ يا سلطانه كل حاجه هتتعرف في وقتها، اهدى انت بس. يعني كل ده في 10 ايام؟ قولي الحمد لله ان احنا قابلنا موظف في البنك هنا ابن حلال، عرف يجيب لنا كشف الحساب ده عشان نعرف هي اشترت منين ودفعت كام. اهدي بقى. في يا سلطانة؟ البيت اشترت حاجة بطالة ولا حاجة؟ شارية مرتبة وحاجات كأنها بتجهز نفسها. عادي، ممكن تكون أجرت شقة ولا حاجة وبتفرشها وقالت تبعد عن الناس ومشاكلها. تقول إيه يا حمدي؟ تبعد عن الناس ومشاكلها؟ أيوة، مش أحسن ما تكون قاعدة مع حد ما نعرفوش وفي مكان ما نفهموش؟ ما ليش عرفني قاعدة مع مين ولا مين بيروح لها؟ إحنا المهم دلوقتي نعرف نوصل لها ونعرف نلاقيها. نفكر بس. إيه؟ فكري في إيه؟ أفكر إن إحنا لو رحنا المحلات اللي هي اشتريت منها دي ممكن نعرف أي معلومة. صح. ولو المحلات دي بقى فيها كاميرات ممكن نشوفها ونعرف مين كان معاها. تمام، زي اللي حصل مع سعد الخياط. يلا يا حمدي. افرض بقى الراجل ده كمان مرضاش يورينا زي المحلات اللي قبله، هنعمل إيه؟ يعني إيه مرضاش؟ اسمها سلطانة، احنا ما قدمناش حل غير كده. اقسم بالله ما هخرج من هنا غير لما اعرف اللي احنا عايزين نعرفه. بقول لك يا حمدي، احنا مش عايزين مشاكل. معلش يا جماعه انا اسف، مفتش الورديه رفض. يعني ايه رفض؟ ده انا بدور على بنتي. والله يا مدام انا لو عليا انا ممكن اساعدك، بس انت ما ترضليش الاذيه. لا عم لا اذيه ولا حاجه، احنا كلنا هناخد منك ثواني بس مش اكتر. معلش يا والنبي عشان خاطري، انا حتى عارفه هي كانت هنا الساعه كام وامتى. طيب قولي لي بسرعه هي كانت هنا امتى وانا هجيب لك كل حاجه قبل ما المشرف يجي. الورقه دي فيها كل حاجه. كتر خيرك. ده اليوم اللي بنتك كانت موجوده فيه، ركزي كده. انا معاك، ارجع كده معايا استنى. ايوه هي دي. الله، ده جو. نهار اسود ونيل، يعني الكلام اللي بيقولوه على البت طلع صح؟ اهدي بس كده واستهدي بالله يا سلطانه، خلينا بس لما نوصل لهم نبقى نفهم ايه الحكايه. انا بجد اسف يا جماعه، انتوا لازم تخرجوا دلوقتي علشان ما يحصلش اي مشكله. يلا سلطان. غريب الدار عليا جار زماني، قاسي وظلمني، مشيت سواح مسا وصباح، مشيت سواح مسا وصباح، أدور عاللي راح مني، أدور عاللي راح مني، أدور عاللي راح مني، أدور عاللي راح مني. غريب غريب
يا سلطان هنقضيها كده ولا ايه؟ شاي. تسلم ايدك يا حمدي. عارف يا حمدي الحفلة دي كده الحاجة الوحيدة زمان اللي بتهون عليا. مفيش حاجة بتفضل على حالها يا سلطانة، حتى الأهل. ما كنتش أتخيل أبدا إن هما ممكن يتغيروا معايا. الكل بقى يا حمدي. لا بتهدي نفسك يا سلطانة. هو أنا يا ست وحشة؟ قول لي أنا مش هزعل. طبعا لا. مين جاحد يقدر يقول كده يا سلطان؟ أمال ليه الناس بتتعامل معايا على كده؟ إني ست مش كويسة وشمال. كلهم باصين على الفلوس. ده أنا زمان لما كان حد بيطلب مني حاجة كان بيبقى عندي استعداد أطلع عينيا وأديها له. يمكن من زمان هم طالعين فيكي أكتر من كده يا سلطان. لا. هما للأسف مصدقينه. حتى أمي. لا أقول لك إيه؟ أمك دي لازم تفهميها كل حاجة. ترسيها على البر. أنت بتقول إيه يا حمدي؟ راح أقول لها إيه؟ اللي قتل ابنك قاعد قصادك بيتمرمخ في خيرك؟ دي تطب مني ساكتة. يعني إيه؟ هنسيبه بينهش في ودانها كده يا سلطانة؟ معلش مسألة وقت. كده كده هو ضحك على الكل. لكن انت الوحيد اللي ما عرفش يضحك عليك يا حمدي. عارفه ليه يا سلطان؟ لان انا الوحيد اللي من زمان ونفسي اشوف زباله. الحمد لله ربنا نصفني من حسن حظي طلعت زباله فعلا. ده من حسن حظنا. طب ايه؟ مش تهدي كده شويه بقى عشان نعرف نفكر هنعمل ايه في ابن الكلب ده؟ اطمن بس على البنت وبعدين نقعد نفكر. شاي. خزعه انت فين؟